بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس، وهو الله عز وجل، وهو رب الناس وغيره، رب الناس، رب الملائكة، رب الجن، رب السماوات، رب الأرض، رب الشمس، رب القمر، رب كل شيء، لكن للمناسبة خص الناس. ملك الناس. ملك الناس أي الملك الذي له السلطة العليا في الناس والتصرف الكامل هو الله عز وجل. إله الناس. إله الناس أي مألوههم ومعبودهم، فالمعبود حقا الذي تأله القلوب وتحب وتعظمه هو الله عز وجل. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الوسواس قال العلماء إنها مصدر يراد به اسم الفاعل أي الموسوس، والوسوسة هي ما يلقى في القلب من الأفكار والأوهام والتخيلات التي لا حقيقة لها. الخناس الذي يخنس وينهزم ويولي ويدبر عند ذكر الله عز وجل وهو الشيطان، ولهذا إذا أذن المؤذن انصرف الشيطان وهرب وله ضراط من شدة ما وجد من الضيق، فإذا انتهى الأذان رجع، نسأل الله العافية. ولهذا جاء في الأثر إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، والغيلان هي ما الشياطين التي تتخيل للمسافر في سفره وكأنها أشياء مهولة أو عدو أو ما أشبه ذلك، فإذا كبر الإنسان انصرفت. وفقوله عز وجل الخناس يعني الذي يخنس أي ينصرف ويدبر ويولي ويذل أمام ذكر الله عز وجل. من الجنة والناس. وقوله من الجنة والناس أي أن الوسواس تكون من الجن وتكون من بني آدم. أما وسوسة الجن فظاهر لأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، وأما وسوسة بني آدم فما أكثر الذين يأتون للإنسان يوحون إليه بالشر ويزينونه في قلبه حتى يأخذ هذا الكلام بلبه وينصرف إليه. هذه السورة الثلاث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفه ومسح بذلك وجهه وما استطاع من بدنه، وربما قرأها خلف الصلوات الخمس. فينبغي للإنسان أن يتحرى السنة في تلاوتها في مواضعها كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا نختم آخر جزء في القرآن وهو جزء النبأ.